انت حامل؟ انت حامل؟ هديك جاوبي. تعرفي شو نايا؟ انت عندك جود وانا عندي نور، يعني اثنيناتنا عنا اولاد وعشنا هاي الفرحه والسعاده. وانا برايي هلا يجينا طفل، يعني ما هو وقت مناسب، حتى لو اهلك واهلي بدهم هذا الشيء، لانه انا بشوف انه رح تنشغلي عني، رح يصير عندك مسؤوليات كبيره. يعني بس حبيت اقول لك هالكلمتين. شو يلي عملته؟ هاي كانت أحسن فرصة إلنا، بس فاجئني. بس ليه ما حكيت؟ شو صار لي؟ كان لازم أحكي، حتى لما بده الولد لازم يعرف.